أدل المشاعر في أحد القنوات الفضائية في مقام المناظرة مع أحد الطوائف البدعية. فيعني الحين كأنما يريد اصطناع هذا النموذج من الأدب، فبيقول حق الطرف المقابل، يقول ما بدي أقول إنك حمار، ما بدي أقول إنك حمار، زين إيه. فأنا في نفسي أطالع المشهد وأقول ترى قلت يعني، جزاك الله خير قلت يعني.